في سر وايد كبير صار لي يمكن 3 سنين، 3 سنين وانا ابي اقول لكم بس ما قدرت. عندي من اكبر المفاجآت في هالسنة، واخيرا قدرنا نقول لكم ان احنا بنطلع بمجموعة كاملة للعناية بالمسامات. منتجات للعناية بالمسامات اللي هدفهم تقليص المسامات، تنقيتهم وتنعيمهم. طبعا كلنا ما في اي بني ادم في الكون ما عنده مسامات، بالعكس احنا عندنا فوق 20,000 مسام على بشرة وجهنا. كل المنتجات معززة بمكونات فعالية وكل اللي تحتاجونه عشان تحصلون على بشرة اروع. واليوم انا بعرفكم على المجموعة، اذا تعرفون بنفيت تعرفون ان احنا اوريدي عندنا منتجات مكياج للمسامات مثل البرايمرز مالينا Professional Setting Spray. فقلنا طبعاً الخطوة اللي بعدها إن نسوي مجموعة كاملة للعناية بالمسامات. عقب بحث شديد شفنا إن في 3 هموم رئيسية للمسامات. أول شيء حجم المسامات، المسامات الكبيرة. ثاني شيء المسامات المسدودة اللي تطلع رؤوس سودة ورؤوس بيضة. وثالث شيء البشرة الخشنة. فأول شيء بكلمكم عن المنتجات اللي تخص حجم المسامات. المنتجات الصفراء هذه تخص المسامات الكبيرة أو حجم المسامات. أول شيء عندنا The Good Cleanup اللي هو منظف رغوي لتنقية المسامات. هذا المنتج يخلص المسامات بطريقة ملحوظة من أول مرة. قوام هذا المنتج جل، وأول ما تحطون معه ماء يصير كنا رغوة. تقدرون تستخدمونه مع هذه الأداة عشان تفركونه عدل على بشرتكم وكل الوسخ اللي داخل المسامات تطلع. المنتج اللي بعده أنا متأكدة إنه راح يكسر الدنيا الصراحة. Titan Toned منتجي المفضل حرفياً. يعني كان وايد صعب اني انا انقي اي منتج عجبني اكثر شيء، بس هذا المنتج اللي قلت This is my favorite. هو تونر، طبعا وايد في تونرز في العالم، بس هذا التونر غير عن اي تونر جربته في حياتي، لانه هو تونر رغوي. يعني عادة مع التونرز نستخدم قطن، بس مع هاي التونر رغوة رغوة. البشرة تمتصها في ثواني، والتركيبة توازن بين حموض الألفا هيدروكسي والبولي هيدروكسي. تقشر البشرة بطريقة وايد لطيفة وتقلص مظهر المسامات الواسعة بشكل ملحوظ من أول مرة. فأبيكم تجربونه أول مرة وتقارنون بعد شهر، بتشوفون فرق شاسع. النتيجة شنو؟ شنو النتيجة من وراء التايتل تون؟ مسامات أصغر وبشرة أملس من أول استخدام ومرور الوقت. ننتقل إلى المنتجات البنفسجية. كان وايد صعب اني انا انقي بين التايتن توند وهذا المنتج اللي بذكر لكم اياه، لان اظن ان اثنيناتهم من احلى المنتجات اللي جربتهم في عمري كله. هذا المنتج الجميل العجيب اسمه Get Unblocked، زيت منظف منقي للمسامات، ومو بس كذي مزيل للمكياج. يس، زيت يشيل المكياج. ما اقدر اقول لكم يعني ايش قد انا ما اقدر استغني عن هالمنتج. حرفيا كل ليلة استخدمه لانه وايد سهل استخدامه. كل اللي لازم تسوونه تاخذون الزيت تمسحونه على وجهكم ويذوب المكياج بطريقه يعني ولا كأنك كنتي حاطه مكياج من قبل. ولما تحطين فوقه ماي وتبدين انك تحركينه على بشرتك يتحول الى غسيل وجه. انا وايد جربت زيوت عشان اشيل مكياجي، ما شفت اي منتج يذوب المكياج بهالطريقه. يلين المكياج، يزيله بالكامل، يعني كامل ينشال. ومو بس كذي، بعد ينقي المسامات. ويا ريت انا بس بنوقف هني، بعد يغذي البشره وينعم عمها بعد. يعني حرفيا اقول لكم اذا ما بتجربونه بتروح عليكم. سوري انا قلت لكم. Deep Retreat هذا ماسك، بس مو بس اي ماسك طين منقي للمسامات، بس الطريقه اللي ينقي المسامات وايد حلوه. يعني انا اتحداكم تجربونه وتقولون لي انه ما في فرق. ها اعطيتكم تحدي. من اول مره استخدمت هذا المنتج قبل سنه طلع كل اللي داخل مساماتي. اسوي لكم انبوكسينج. اللون يجنن. هذا الماسك البنفسجي اول ما تحطونه اللون يكون غامق نفسه بالضبط، بس عقب فتره بتلاحظون انه يصير لونه بنفسجي فاتح لما ينشف. ومو بس كذي، بتلاحظون نقاط صغيره على الماسك عقب ما ينشف. هاي النقاط الزيت اللي قاعد يطلع من داخل المسام. احب استخدمه مع هذه الاداه واحط المنتج على بشرتي نفس ما انتم شايفين. عقب ما تغسلونه بتحصلون على مسامات نقيه بشكل ملحوظ وجميل، وبشره غير لامعه وصحيه. ننتقل لاخر منتجين من هالمجموعه، سبيدي سموث ماسك وسموث سيب مويسترايزر مرطب للمسامات. هذا الماسك ينشف بسرعه، انا احب احطه على جبهتي لان جبهتي وايد خشنه الصراحه.
قمت احب استخدمه قبل لا احط مكياج لان النتيجه اللي تطلع بعدين بشرتي شكلها وايد ناعمه، فانا احطه في الاماكن اللي احس يبينهم نعومه اكثر. هذا الماسك ينشف بخمس دقائق وبتحصلون على بشره املس مباشره. التركيبه وايد خفيفه نفس ما انتم شايفين وكنه جل. اللي حبيته اكثر شيء من هذا الماسك انه صدق فعلا يوحد ملمس البشره. وبرجع لكم عقب ما اغسل وجهي عشان اتكلم عن اخر منتج في هذه المجموعه. اخر منتج عندنا يا سموث سيب مرطب للمسامات. انا احب احط حرفيا اربع نقاط. التركيبه وايد خفيفه وجميله وتخيلوا مرطب، يعني مو بس يرطب بشرتكم بس بعد يقلص من مظهر المسامات. وات، هذا المرطب خفيف ومنعش والتركيبه مائيه بقوام جل كريمي، ترطب البشره باسرع وقت وتخليها مرطبه لمده 12 ساعه وتعطي بشرتك ملمس متجانس وناعم من اول مره ومع مرور الوقت. هذا السر كنت جاهزه اني اقول لكم اياه من اول ما سمعت عن الموضوع، من اول ما قالوا لي عن هالمجموعه. واخيرا اليوم اجى وعرفت عن مجموعتنا الجديده وبتكون موجوده حصريا في سفورة، فروحوا باسرع وقت وجربوا المجموعه وكتبوا قولنا في التعليقات شنو رايكم. لا تنسون تسوون لايك كومنت سبسكرايب وتابعوني على الانستغرام وعلى التيك توك وبشوفكم المره الجايه ان شاء الله. باي.